مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الفلسطينيين، باتت الكاميرا التي ترصد تلك الاعتداءات هدفاً لرصاص قوات الاحتلال في محاولة لحجب الصورة والصوت، الأمر الذي استدعى تدخلاً فعلياً على المستوى الرسمي والدولي من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات وعدم تكرارها. نسعى بكل جهد لطرق أبواب الشرعية الدولية والقانون الدولي، وسيطرق باب مجلس الأمن قريباً بأربع مشاريع قرارات، أولها محاولتنا الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وثانيها يتعلق بالاستيطان، أما الثالث فيتعلق بالقدس، والرابع يتعلق بإرهاب الدولة وإرهاب المستوطنين والحماية التي تقدم لإرهاب المستوطنين الذين ارتكبوا منذ عام 2005 إلى الآن في العشر سنوات الأخيرة 11,000 اعتداء لم يقدم أي مستوطن منهم إلى محكمة. وبينما سقطت النداءات التي أطلقتها نقابة الصحفيين على أذان صماء في المحافل الدولية، بادرت النقابة إلى خطوات قانونية وبمساعدة وزارتي الخارجية والإعلام ودائرة شؤون المفاوضات والرئاسة من أجل إعداد ملف كامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين لتقديمه إلى الجنايات الدولية. نريد أن نبني شيء على أرض الواقع للحد من هذه الانتهاكات، ولا نقبل فقط ببيانات الشجب والإسنكار كما كان سابقا. هذه هي رسالتنا، ونحن متأكدون أننا سنحصل على شيء وسننجز شيء للصحفيين الفلسطينيين في هذا المجال. خلال الأسبوع القادم أيضا سيكون هناك اجتماع لاتحاد الصحفيين العرب في الخرطوم، وهو أيضا تبنى هذه الخطوة. ستكون بعد ذلك اجتماع في جامعة الدول العربية لأن تكون مظلة لتوجهنا إلى مجلس حقوق الإنسان ومنظمات أممية أخرى، وبالتالي نستطيع أن نوجه رسالة للصحفيين الفلسطينيين بأن بدأنا خطوات فعلية، ولكن بدعم الصحفيين الفلسطينيين لأن شهاداتهم من توثيقاتهم هي التي ربما ساعدتنا هذه المرة. كل العالم واتحاد الصحفيين يعلمون جيدا ماذا يحدث للصحفيين الفلسطينيين، خاصة المصورين كونهم يجمعون الصور والأخبار، حيث يتعرضون للضرب، والإسرائيليون يفلتون من العقاب، ولا أحد يتابع هذه القضايا ولا أحد يحاكمهم، وهناك العشرات من القضايا مثل هذه الحالات، وقد حان الوقت لإيجاد أحسن الطرق لإدانة الإسرائيليين. حريات الصحافة وتغطيات الصحفيين أصبحت منذ بدء الهبة الجماهيرية في عين العاصفة استهدافاً إسرائيلياً بالرصاص والاعتداءات بالضرب ورش الغازات لمنع الشهود من توثيق تلك الاعتداءات. الاتحاد الدولي للصحفيين النموذج الأمثل لحماية حقوق الصحفيين وحرياتهم، ولكن هذه المرة هل سيتمكن من إدانة الاحتلال ومحاسبته أمام محكمة الجنايات الدولية؟ من مدخل مدينة رام الله، منتهى خليل، تلفزيون القدس.